السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ليه بنعمل جامبر لبعض البادات زي بادة الام 1 تحت اي سي تاتش في 6 بلس، وزي بادة اليو 1 والفي 1 في ايفون 6 و 6 بلس تحت اي سي البيس باند؟ ليه بنعمل لهم جامبر حتى والبادة موجودة؟ يعني لما بنشيل الاي سي بنلاقي البادة موجودة. الموضوع ده انا شفت مدربين بتتكلم عنه، صراحة مش عن فهم، انا اسف ان انا بقول الكلام ده، لكن ده يسمى تعليم سلبي. لو انت واحد لسه بتتعلم وبتشوف الفيديوهات دي عشان تتعلم منها، ده اسمه تعليم سلبي. انك تقول معلومة لازم تتحرى الدقة في اللي انت بتقوله. البدات دي بتكون موجودة في اماكنها، لكنها بيحصل فيها كسر او شرخ. بمجرد ما حضرتك تستخدم الهوت اير علشان تشيل الاي سي، فالقصدير بيتحول لحالة سائلة ويبتدي يرجع يغطي الشرخ. فلما تيجي تقيس ممنعة على البادة تلاقي الممنعة موجودة، فيتهيألك ان البادة مش مقطوعة، فتقول انا بعمل الجامبر ليه؟ وتضطر انك تقلد وانت مش فاهم انت بتعمل الحاجة دي ليه. فزي ما انتوا شايفين اهو، الشرخ باين قصاد عينيكوا، لكنه كان مستغطي بالقصدير نتيجة ان القصدير لما تحول الحالة السائلة رجع لورا وغطى على الشرخ. انما الشرخ موجود، وانت لو سخنت على الاي سي بس وديته هزة هيشتغل زي ما اغلب المحلات بتعمل في اي سي الاوديو، لكن بيرجع تاني يعطل بعديها بشوية، وده طبعا مش الطريقة الصحيحة في الاصلاح. بس مع الاسف الناس اللي هي بتقول للزبون مثلا هيكلفك تكلفة قليلة علشان هو مش قادر ينافس الزبون اللي بيقرر على اساس السعر، والفني اللي هو ما بيعرفش يبين للعميل الفرق بين الاصلاح عنده او عند غيره من الدخلاء على مهنة صيانة الموبايل. وانا اسف، انتوا تعتبر دخلاء لحد ما تتعلموا، اتعلمتوا اصبحتوا ابناء مهنة. بالنسبة للناس اللي عمالة بتنزل فيديوهات، ارجوكم اتحققوا من صحة معلوماتكم قبل ما تنشروها، لان لما بشوف فيديو وتخيل كم الناس اللي هتشوفه وكم الناس اللي هتاخد المعلومة دي غلط، بشمئز. سيبولي لايك او تعليق في الكومنت او تعليق في الكومنتات. اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا بيه، ولو مش عارف ليه انا بنسى، ليه بتلخبط الجملة دي على طول، او كومنت في التعليقات. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده واستمتعتوا بيه، وسيبولي اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده واستمتعتوا بيه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.